هذه مثلا في إيرلندا وصلوا إلى جلب فتيات مناش عارفين من جايبينهم، هل هما طالبات، هل هما شراوهم، هل هما أصلا جزائريات، مناش عارفين. جابوا زوج كيران تاع فتيات ومدخلينهم على أساس أن فتيات هذو في العشرينات راح ينتخبوا، هما انتخبوا في الجزائر باش ما ينتخبوا في دبلن يعني. طبعا كلهم بالخمار وتقريبا الأغلبية كلهم بالماسك باش يخبوا نفوسهم أيضا. وربما أنا ما نلومش هذون يعني، ممكن هما أيضا حابين يشاركوا في شوية كش ما عطاوهم 100 جنيهات أو 100 جنيه أو ربما قالوا لهم إلى ما تجوش ما كاش لابورس أو ربما عدة أسباب طرق تاع الضغط، لكنهم مشاركين في العبث. هذه كانت في ديبلا وكانوا هناك أحرار واجهوهم وقالوا لهم أنكم تخونوا في شعبكم وراح تبعثوا جيشكم باش يموت في المالي وغيرها يعني. هذه في موريال. حي الله حرار الجزائر في موريال. وهذه كانت في لندن. ما كاش انتخابات مع الإصابات. حي الله حرار الجزائر في بريطانيا. وهذه أيضا كانت في إحدى المدن بالخارج. نزل ماكرون يسير فيهم. وهذه كانت في نيويورك. الجالية الجزائرية في نيويورك أمام القنصلية الجزائرية. هذه الجالية الجزائرية. ما كاش الفوت. وحنا رانا مع خوتنا المعتقلين السياسيين اليوم، راه في الإغراب اليوم الخامس والسادس من الإغراب عن الطعام. الحمد لله لحد الساعة راهي الساعة تقريبا الوحدة 12 الوحدة. الجماعة اللي كانت هنا بيوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت يقولوا تقريبا 21 واحد. حوالي 20 واحد في الولايات المتحدة اللي فيها آلاف الجزائريين. حي الله حرر الجزائر في الولايات المتحدة. وأنا أعرف أن هناك من تنقل من ولايات بعيدة على نيويورك ليقول مكاش الفوت، مكاش الانتخابات مع العصابات، مكاش الفوت على العصابات. هذه المواقف كلها في الحقيقة ثبت الجزائريين في الداخل وفي الخارج. والحقيقة أن هناك عدد من المدن كانت أيضا في بلجيكا، من شارف إلى المساعد بعث لي عليهم أم لا. أعرف أن في بلجيكا كانت هناك أيضا وقفة بالغة الأهمية. إذا راح عندك أبعثها لي من فضلك. قولوا للتوفيق للناس حال مليحة والشعب ما ينساش 10 سنين تاع ذبيحة. قولوا لهم انتوما للهب ما في عيالي. قولوا لهم شكون قتل ما
قولوا لهم انتم الهام ما في عيالي، قولوا للتوفيق ديالا شحال مليحة، والشعب ما ينساش عشر سنين تاع ذبيحة، قولوا للتوفيق ديالا شحال مليحة، والشعب ما ينساش عشر سنين تاع ذبيحة، قولوا لهم احنا زعماء ما تخوفوناش، قولوا لهم قولوا لهم يصرى واش يصرى ما تخبسوناش، قولوا للتوفيق ديالا شحال مليحة، والشعب ما ينساش عشر سنين تاع ذبيحة، قولوا للتوفيق ديالا شحال مليحة، والشعب ما ينساش عشر سنين تاع ذبيحة، قولوا لهم يا لي فوايو يكون واش يكون، قولوا لهم نبنو دولة الحق والقانون، قولوا لهم يا لي فوايو يكون واش يكون، قولوا لهم نبنو دولة الحق والقانون، قولوا للتوفيق ديالا شحال مليحة، والشعب ما ينساش عشر سنين تاع ذبيحة، قولوا لزفنا العدالة شحال مليحة، طلقتو يحيى